ثلاثة ديال التصفيقات اللي خداهم النظام الجزائر وحده مورا الاخرى غير البارح، نسمعوهم من الاولى حتى الثالثة. التصفيقة الأولى أصدقائي هي ديال سفير نظام حضيرة الأصنام اللي سميتو عطاف. هاد عطاف سيادنا مشى في جولة على الدول الأوروبية، ماشي باش يشوف هموم الشعب الجزائري، لا 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 لا، مشى باش ينفذ الأوامر ديال الكبرانات ويحاول أنه يغير المواقف ديال هاد الدول الأوروبية الداعمة المغربية الصحراء والرافضة للانفصال. هاد الكبران ديال عطاف وصل عند صربيا اللي هي طبعا داعمة للصحراء المغربية، حاول أنه يغير ولو شوية من المواقف ديالها، ولكن المفاجأة هي اش دار ليه الوزير الصربي في الأخير. المهم السي عطاف خرج مع وزير خارجية صربيا في مؤتمر صحفي، حتى لهنا كل شيء عادي شوية، وهذا الكارغولي قال واحد الفضيحة ما بعدها فضيحة، فضيحة عامرة تزوير وتناقض وكذب وعامرة حتى بالكوميديا. اسمع اسمع، قلتها البارحة وأكررها بقوة، اليوم هناك أوجه تشابه قوية بين القضيتين في كوسوفو والصحراء الغربية. قال لك سيدي هناك تشابه بين قضية كوسوفو والصحراء الغربية المغربية. هانتا شوية ديال التركيز باش تعرف التناقض اللي قال هذا الكذاب في هذه الجملة. صربيا أصدقائي هي دولة في شرق أوروبا وغالبيتها سكان مسيحيين، وكان واحد المنطقة في صربيا سميتها كوسوفو، هاد كوسوفو غالبية ديالهم مسلمين من العرق الكوسوفي، وبين صربيا وكوسوفو بيناتهم عشرات السنين من الحروب على الدين والعرق. المسلمين ديال كوسوفو شافوا الجحيم على الصربيين المسيحيين، كيقتلوا فيهم ويسرقوا لهم ولادهم ويحرقوا لهم ديورهم والمساجد ديالهم. المهم الصربيين كانوا دايرين فيهم الغزوات الصليبية ديال المعقول مش حال هادي، والمسلمين ديال كوسوفو كيطالبوا بالاستقلال عن صربيا. كاين بزاف ديال الاختلاف بين الصربيين المسيحيين والمسلمين ديال كوسوفو، اول اختلاف هو الدين، وثاني اختلاف هو العرق، وثالث اختلاف هي التقاليد والعادات، ورابع اختلاف هو التاريخ. لكن من بعد بزاف ديال الحروب العرقيه بيناتهم في 2008 قدرات كوسوفو المسلمه انها تنفصل رسميا على صربيا المسيحيه، ودارت جمهوريه خاصه بها عندها دستورها وعلى الوطني والعملة، وعندها الجيش ديالها، واعترفوا بها بزاف ديال دول العالم وخاصة الدول العربية والمسلمة، وحتى صربيا بنفسها اللي مازال ما معترفاش بجمهورية كوسوفو المسلمة رسميا. وخا هكا كيتلاقوا الرؤساء ديال الخارجية ديالهم بجوج باش يحلوا المشاكل اللي بيناتهم تحت غطاء الاتحاد الأوروبي، الدولة العربية المسلمة الوحيدة تقريبا اللي ما معترفاش بدولة أو لجمهورية كوسوفو المسلمة. شكون؟ الله يرضى عليك، دولة الجزائر. يعوذ بالله، ياكم يا ربع ديال المنافقين، تدعون بأنكم تناصرون حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وأنكم مع نصرة الشعوب المظلومة، وداك الشعارات اللي مازال كترزقوا بها منذ 60 سنة. إذا نحن إن شاء الله نناضل كل قوتنا من أجل هذه القضايا، القضايا العادلة في العالم، هذه هي السياسة تاع بلادنا. النفاق في أبهى حلته، مازال لحد الآن ما معترفينش باستقلال جمهورية كوسوفو المسلمة، وضد انها تنفصل على صربيا المسيحيه. والتغصبر راه الفضيحه هنا ماشي غا كوسوفو، ها انت حسب معايا، الجزائر ضد انفصال اسكتلندا عن بريطانيا، ضد انفصال كاتالونيا عن اسبانيا، ضد انفصال تايوان عن الصين، ضد انفصال ايغور عن الصين، ضد انفصال الازواد على مالي، ضد انفصال تيمور الشرقيه على اندونيسيا، ولكن هي مع انفصال الصحراء المغربيه على المغرب. شفتوا الذكاء؟ شفتوا الاخلاق؟ غابش تعرف اخي الجزائري واخي المغربي ان كبرانات عايشين في الكذب والنفاق. قضية كوسوفو مصدرها يكمن في انتهاك مبدأ أساسي لمنظومة الأمن في أوروبا، خرق مبدأ حرمة الحدود بالنسبة لكوسوفو، وينبغي حلها في إطارها الطبيعي. وشوف دخلنا عليكم بالله النفاق، يا جزائريين واش راضين على ريوسكم أنهم يحكموكم هاد المنافقين والكذابين؟ أنا بغيت غنعرف واش راكم راضين بهاد الفضائح. فاش المغرب كيقول لكم أن أخطر حاجة هي أنك تقسم دولة جارة مسلمة، حيث التقسيم والانفصال واللعب في الحدود راه بحال شي مرض معدي، إذا نجح في شي بلاصة أكيد أنه غادي ينتقل لبلايص أخرين. لنفترض مثلا أنه المغرب نقسم جوج، وطبعا هذا غير احتمال حيت هادشي راه مستحيل. اذا تقسم المغرب فاكيد ان الجزائر حتى هي غادي تنقسم، غادي تنقسم الى جمهوريه القبائل في الشمال والى جمهوريه الازواد في الجنوب. ولكن الكبرانات صم بكم لا يسمعون، خاصنا ولا بد اننا نقسم المغرب ونصنع دوله وهميه
تابعة لنا وشوف على نفاق. ولكن هنا في هذا التصريح ديال وزير الخارجية الجزائري المنافق قدام الأوروبيين كيقول العكس، ما باغيش صربيا نقاسم أو لنفاصل عليها كوسوفو المستقلة وداخل الاستقلال ديالها، داخل استقلالها من دولة مسيحية، وقال لك بأن الانفصال واللعب في الحدود شيء محرم. سبحان الله الشريف. وفي نفس الوقت كيطالب تقسيم المملكة المغربية الشريفة واللعب في الحدود ديالها اللي هي طبعا دولة جارة ومسلمة. النفاق والتناقض في نفس الجملة في نفس العبارة. دابا دخلنا عليكم بالله، شوفوا غير وزير الخارجية الصربي، شوفوا الملامح ديالو كيف ساكت ومتعجب من هادشي اللي كيخرج من فمه. السيد عارف باللي النفاق ديال الكراغلة متوارث في الجينات، مساكن العالم كله كيضحك عليهم وعارفينهم قمة في الكذب والنفاق. نكملوا الفيديو. نفس المبدأ قائم في إفريقيا وهو مشكل انتهاك حرمة الحدود، كون هذا المبدأ لم يتم احترامه. فعلا هناك تشابه كبير بين هاتين الوضعيتين، مع الأفارقة كيطالبوا بحق تقرير المصير والانفصال، ومع الأوروبيين حرمة المساس بحدود الدول. حتى الشيطان بنفسه ما يقدرش يوصل لهذا الليفل، لهذا المستوى ديال النفاق والكذب والازدواجية في الخطاب. نعم إنها المخدر. والله صحيح اللي قال عليكم أنكم يا كراغلة أسوأ من اليهود والشياطين، ولكن الصدمة هنا والمفاجأة المدمرة أن صربيا كتقولها مباشرة، كتقول بأنها تدعم الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية، وتعترف أيضا بأن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد والواقعي ديال هذه القضية، ومعارضة تماما لفكرة تقسيم المغرب والانفصال. ومن بعد هذه المسرحية اللي دارها وزير خارجية الكبرانات، خرج الإعلام المنافق ديالهم وكيف ما العادة ديالو بدا كينشر في الأخبار الكاذبة بأن صربيا والجزائر متوافقتان في الرؤى بشأن الصحراء المغربية، وهي في الأصل معترفة بالحكم الذاتي اللي قدمه المغرب. الكارثة أن وزير خارجية صربيا من بعد هذا اللقاء الصحفي اللي داروا مع الكبران عطاف خرج من وراها بنهار وجدد الاعتراف ديالو باش يكذب جميع الأكاذيب والنفاقات ديال الإعلام الكراغلة اللي نشروها، وخرج صوتا وصورة وجدد الدعم ديالو للصحراء المغربية. إننا ندعم المقاربة التي اعتمدها المغرب من أجل التوصل إلى حل دائم وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء. والله يا كراغلة أصبحتم الضحوك ديال العالم. الدول كلها شايفة فيكم غير منافقين ومهرجين وكذابين. الصفعة الثانية اللي نزلت في نفس اليوم على حنك ديال الكبرانات هي أن الأمين العام ديال الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش قالها مباشرة في واحد لقاء مع طلبة العلوم السياسية في باريس. داكشي وقع غير البارح وباقي في ميكتو وصوتا وصورة. خرج غوتيريتش ونفى كاع دوك الأكاذيب ديال الكراغلة بأن البوليزاريو كانت دولة في الصحراء المغربية قبل ما تحتلها إسبانيا، ونفى بكل وضوح الوجود ديالها في الصحراء المغربية قبل ما يحررها المغرب من إسبانيا سنة 1975، وقال بالحرف أن المغرب وموريتانيا وإسبانيا هما الأطراف الوحيدين اللي كانوا في هذه المنطقة، فاش طرد المغرب إسبانيا من الصحراء ديالو. والجملة الجميلة اللي قالها بأن الاحتلال الإسباني انتهى فاش المغرب ثبت السيادة ديالو على الصحراء، وأن الصراع مع مرتزقة البوليزاريو هو صراع سياسي لا غير. وكمل الجملة ديالو وقال في دلالة، ما هدرش مباشرة ولكن في دلالة، بأن الجزائر هي التي تعرقل حل هذه القضية بشكل تام. الفضايح بقلاقل. وطبعا هذا الكلام لا يلائم أبدا الكراغلة والمرتزقة ديالهم ديال البوليزاريو، كيدير ليهم الحريق في الكلاوي. ما كرهوش هاد الكلام ما يسمعوش نهائيا، ولكن غادي يسمعوه ديما حيت هادي هي الحقيقة المرة اللي كيخبعوها على الشعب ديالهم. السيد ما وقفش هنا، كمل وكذب جميع المغالطات والأكاذيب ديال الكراغلة فاش كيقولوا بأن قوات المينورسو والوجود ديالها قائم على أساس تنظيم الاستفتاء وداك الخزعبلات اللي جايبينهم من الفضاء. هاد السيد اللي هو أصلا أعلى سلطة في الأمم المتحدة قال الحقيقة، قال بأن الوظيفة الوحيدة ديال المينورسو هي ضمان احترام وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة فقط ولا شيء آخر. غاصبروا معايا، مازال غادي نزيدكم يا كراغلة، الصفعات لا تنتهي. غوتيريتش كمل وقال بأن الاستفتاء في الصحراء المغربية
مستحيل يتطبق على أرض الواقع. ولهذا السبب هذا الحل ما بقاش في طاولة الحلول نهائيا، والحل الأمثل والواقعي هو الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب عام 2007 ولا شيء آخر. هذا ماشي كلامي وماشي كلام مسؤول مغربي، لا 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 لا، هذا كلام أنطونيو غوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة. ياك رئيسكم المنحوس قال بأن الشيء اللي كتقوله الأمم المتحدة كنطبقوه حرفيا وكنقولوا لها سمعا وطاعة. أبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، عدم التدخل والسماع والطاعة للأمم المتحدة القانون الدولي. نعم الأمم المتحدة اللي تقرر الأمم المتحدة احنا نطبقوه. رئيس دولة كتدعي بأنها أقوى دولة في المنطقة وكتدعي بأنها دولة حرة وذات سيادة، ورئيسها كيقول سمعا وطاعة لمنظمة خارجية. هاد سمعا وطاعة مازال غادي نرجعوا لها إن شاء الله شي نهار. خلينا دابا في الصفحة ديال غوتيريتش، سمع اش قال. Le problème n'est pas bloqué par les Nations Unies. OK. Il est bloqué par ceux qui bloquent. وطبعا كاع هاد الحقائق اللي قالهم راه شي حاجه طبيعيه وعاديه ومعروفين، ماشي مفاجاه ولا شي حاجه جديده، غير هو الاعلام ديال العسكر ديما كيحاول انه يكذب على المتابعين ديالو، واي حقيقه كيقلبها ويزيفها. وبهذا تنتهي حلقتنا، شكرا على حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله.